أجريت في مطار مدريد مراسم احتفالية حيث لبست شابات اللباس الياباني الفضفاض ورقصن رقصا تقليديا ترحيبا بالمسافرين إلى الشرق الأقصى، وذلك في أول مرة منذ 18 سنة، حيث بدأت إسبانيا واليابان تسير رحلات جوية مباشرة بينهما تلبية لطلب السياح المتزايد. في السابق كان هناك محطات وقوف في دول أخرى، اليوم الوضع مريح جدا ونحن في نعمة أن تغادر مدريد وتصل مباشرة إلى اليابان. في الوقت الذي لم تكن فيه رحلات مباشرة لم يكن السفر سهلا، الآن تشعر وكأن اليابان وإسبانيا أصبحتا أكثر قربا. وغادرت طائرة تابعة لشركة إيبيريا الإسبانية مطار مدريد الثلاثاء باتجاه مطار ناريتا خارج العاصمة طوكيو، وزار أكثر من 600 ألف ياباني إسبانيا العام الماضي مقابل 80 ألف إسباني زاروا اليابان في 2015، وهي أرقام كبيرة في الحالين.